سلام البنات، كدايرين؟ لاباس بخير. مهم اللي بغيت نقول لكم اليوم غادي يكون ان شاء الله اخر فيديو ديال التحضيرات ديال رمضان، ديال الفطور وداك الشيء. غادي يكون هذا اخر فيديو، غادي نقلبوا الريتم وغادي نبداو ان شاء الله غادي نخدموا الحلوه. ولكن اليوم غادي يكون اخر فيديو، غادي يكون فيديو سبيسيال ديال واحد العراضه غادي يجيو عندنا ان شاء الله العائله من قنيطره. غادي تكون شي حاجه اخر فيديو، كاين فيديو الاخر بخر يا دي نيشان. دابا غادي نبدا نصاوب فواحد العماره ديال البريوات، من دخل رمضان ما درتهمش، وقلت اليوم ملي غادي ندير اخر حاجه ندير شي حاجه اللي نيت عمري ما شاركتها معاكم، واخا غادي نعاود ندير تذكير شي حوايج. المهم هنايا درت البصله، درت شويه ديال الدجاج مقطع طرونش، ولكن ما درتهمش طرونش صغير رقيقي بزاف على قبل باش نعضوا نحسوا بلي راه ناكلو في الدجاج. درت فلفله حمراء تيجي خطيره المذاق ديالها مع الدجاج. درت صويا صوص، جوج معالقات تجي حتى هي واعره بلا ما تضحكوا على الصويا صوص. ودرت شويه ديال الهريسه، ودرت الملحه، البزار، سكينجبير، توم بودغ، ولا حكوت ثومه فريش. من بعد فاش طاب هادشي كامل كما شفتوا دابا ولا ناشف، زدت شويه القزبر والمعدنوس والزيتون، ودابا زدت الشعريه الصينيه. ما غاديش نكثروا بزاف من الشعريه الصينيه باش ما تبقاش طاغيه علينا على الدجاج نبقاو ناكلوا غير الشعريه الصينيه، بغينا يكون داك الدجاج كثار منها. دابا غادي نهزو هذيك الحماره اللي درنا لها فارس وداكشي، غادي نحطوها في شي بلاصه، نحيدوها من ديك المقله باش ما تبقاش شاده لينا السخونيه، باش فاش نجيو نخدموها بالورقه الورقه ما غاديش تقطع، لحقاش الورقه ديال البسطيله ولا العجينه ولا اي حاجه تتقطع الا كانت العماره سخونه. غنخليوها تبرد دابا في شي حاجه. في نفس المقله درت شويه البصله، درت عاوتاني لادان، درت ورقه سيدنا موسى. بغيت نخدم دابا ليكيش غادي نخدمهم حتى هما ديال الدجاج، ولكن راه واخا ليكيش ديال الدجاج بريوات ديال الدجاج، ولكن راه كل وحده والمذاق ديالها كيفاش داير. حنا عائله عزيزه علينا الدجاج. دابا هنايا صافي، من بعد ما صاوبت ديك لاصوص ديال الكيش، ديك الحشوه ديالو غادي نزيد. دابا غادي نجي نصاوب لاصوص ديالو. درت ثلاثه البيضات، درت الحليب، درت جوج معالق ديال النشا، درت دانون طبيعي، درت معلقه ديال خمارات الحلوه، ودابا غادي ندير جوج معالق صغارين ديال البافو. ما تيخليش ديك لاصوص يخلي فيها بحال حبيبات كحلين، تيطلق المذاق زوين. دابا زدت شويه الملحه، البزار، الثوم بودغ، وغادي نبدا نخلط هادشي كامل مع بعضياتو. هاد لاصوص هاد لاصوص ولا ما نعرف شنو، تيجي المذاق ديالها بصح بنين، والبافو تيعطيها واحد المذاق بريستيج، تيجي تيعطيها زعما واحد المنظر بريستيج ديال بريستيج. دابا ستات هادوك ليكيش دياولي، انا غير شريتهم حقاش اليوم دابا فهاد 7 دقائق غادي نشرح لكم، غادي نشرح لكم 5 ديال الوصفات. دابا شرحت لكم الحشوه الاولى وهذه الثانيه، ودابا غادي نشرح لكم 5. يعني في هذا الفيديو هذا كان عندي بزاف الضغط، وحاولت وتعاونت من برا، خديت ورقات البسطيله من برا، خديت دوك ليكيش من برا، غير عمرتهم انا في الدار، ضروري ما غادي نتعاونوا. المهم دابا حطيت هذاك الدجاج ديالي تما في دوك الكيش، درت من فوقهم لاصوص، دابا ندخلهم للفران، نشعل عليهم الفوق شي 20 دقيقه ولا 25 دقيقه، عاد غنشعل عليهم من الزيت يتحمروا. دابا هذه هي ورقه البسطيله اللي غادي نعمر بها هذوك العماره اللي درتها في الاول. صراحه هذه ورقه البسطيله زوينه بزاف بزاف. انا ديما تنخدمها، ولكن شحال مره ما تشاركهاش معاكم، هذه اول مره غادي نشاركها معاكم. تنشدها تنقسمها على جوج، وعادي الطويه ديالها تعمري العماره. انا غنقرب لكم دابا باش تشوفوني تنعمري العماره، وتتبقاي دوري من الاول تتبان لك القضيه متلتة صافي. وغادي نبقاو نجمعوا بالطحين والماء، شوفوا كيفاش هادشي هاد البريوه تتجي خطيره، وما تتكونش كبيره وما تتكونش صغيره، تكون في الموين اللي تتجي زوينه على العين وزوينه حتى في الشده وفي العضه. ها انتم تتشدي تتقسميها على جوج، تتحطي لها فاخص ديالك بهذه الطريقه كما تتشوفي، تتجمعي هذاك الطويل هو اللي تدوري، ومن بعد تدوري بحال هكا وتتبقي تقلبي. صافي راه ساهله. وهنا تتكون عندك الاخر الاخر تدخلي بحال هكا، تتجي مشدوده مزيان، وتتجي صراحه تتجي كما قلت لكم راه تتجي زويله. غير زعما تبعوها الطريقه، وغالبا راه تقريبا كلشي ولا تيعرف يصاوب، كلشي ولا يعرف يصاوب البريوات ولينيم بحال هكا. صافي دابا هنا ساليت، وما انتم شوفوا كلهم في نفس العبار وتقريبا في نفس التقاده، لحقاش تبقاي تهزي بالمعلقه وانت تعطي عينك ميزان كما هزيتي الاولى والثانيه والثالثه، تتكملي عليهم كاملين.
دابا انا ما بغيتش نقليهم الصراحه، غادي نحطهم في الفران. دهنت اللاطه ديالي اللي غادي ندخل على الفران، دابا غادي نبدا نسرحهم بهذه الطريقه كيف ما تشوفوا، وحده حدا وحده حدا وحده عادي. دابا هنا غادي نبدا درت شويه زيت، كنت غير تنقط من الفوق، ودابا ما بغيش نعمر زلافه، بغي نقط شويه بحال هكا من الفوق، وتنبدا تندهنهم. تدهني البريواس ديال كامل وتتشعلي عليهم الفران تقريبا من الفوق ومن التحت حتى تقيسي فيهم تبانوا مقرملين. دابا غادي نصاوب الكيكه، هاد الكيكه غادي ندير لها تذكير لحقاش بزاف طلبتوا عليه في الفيديو الاخراني وانا ديجا شاركتها معاكم. درت 4 البيضات، معلقه كبيره ديال الشوكولا نوتيلا ولا اللي بغيتي، جوج معالق ديال الكاكاو، درت كاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال الزيت، وكاس ديال السنيده، وكاس ديال الحليب، وزدت دابا معلقه ديال نسكافي. نسكافي ولا اي قهوه سريعه الذوبان عندك، اي حاجه صافي. هادشي اللي تنديروا الا كان عندك البيض كبير ديري غير ثلاثه البيضات. دابا من بعد داك الخليط ضربناه بالتراب اليدوي بحال هكا، دابا درت لي داك ديري مولينكس ولا التراب اللي عندك انت، التراب الكهربائي اللي عندك ولا اي حاجه، من ضروري تميكسا بالضوء بشي حاجه ديال الضوء باش يعطي داك الجهد. هنايا صافي بديت نطحن طحين على حساب الخليط. انا غادي نوري لكم التكستور اللي غادي تحبسوا عليها بعدا. شكرا بزاف البنات اللي جربوا ديك لاطاغ ديال السيترون ديالي وتشاركوا معايا في الانستغرام، بزاف بكم جربتوها راه فعلا تتجي واعره. دابا درت جوج خمارات ونص ديال خميره الحلوه حتى الاخر، عاد تنزيدها باش يبقى داك المفعول ديالها شاد بزاف. ودابا فاش غادي نجي نحطها في المول نكون ديجا دهناه بالزبده ومدردر عليه الطحين، غادي نبقى نهز يدي حتى الفوق. علاش؟ باش الكيكه في الاخر تجيني مفرقعه، تجيني واعره ديك الكيكه. هنا خرجت لي كيش من الفران وكنت ديجا مدخله تحتهم هذوك البريوات، كما تشوفوا الكيش محدو مازال سخانين، درت عليهم داك الفرماج الاحمر من الفوق باش يذوب عليهم. دابا غادي نصاوب لي دوك الطاخت حلوين، ديجا شاركت معكم الطاخت لي طاخت الحلوين، دابا نحط لكم في صندوق الوصف اين فيديو. ها انتم هذه كريم باتيسير، وهذيك اللي شاركت معكم درت لاصوص ديال السيترون. المره اللي فاتت شاركت معكم لاصوص ديال الفرومبواز ولا الفخاز، شاركت معكم كيفاش ديروا تصاوبوا، ولكن دابا صاوبت لا ديال السيترون، لاصوص ديال السيترون. الطريقه باش صوبتها، درت كاس ديال الحامض، كاس العصير ديال الحامض، ودرت جوج معالق ديال النشا ونص كاس ديال الماء وربعه المعالق ديال السنيده، خليتها حتى تختار وتندير بحال هكا كامل تنبقى نحطهم من الفوق. هنا ها هي دابا الكيك ديالي، هانتوما شوفوا كيفاش خرجت، تتخرج مفرقعه وتتخرج واعره. تنشعل عليها الفران من التحت حتى 35 دقيقه، عاد تنشعل عليها الفوق وتيكون الفران ديجا سخون. هنا دابا الميني بيتزا، الميني بيتزا ديالي راه ديما تنشاركها معاكم. تندير لاصوص طوماط، من بعد الطون، من بعد شي فلفله ولا شي حاجه، دابا ما عنديش فلفله، والفرماج من الفوق محكوك، وراه صوص طوماط راه كلشي تيعرف يصاوبها، الملحه والبزار شويه الزعتر وزيت البلديه صافي. البنات انا دابا ساهي درت خمسه الحوايج دغيا، بديت مع 3:15 نيشان، دابا شحال الساعه؟ دابا 6:45، شحال درت؟ شي ساعتين ونص ولا قولي 3 سوايع. 3 سوايع درت فيهم خمسه الحاجات، درت بريوات، درت الكيش، درت داك الكيش اللي داك ليطاغ ديال السيترون، ودرت البيتزا، ودرت كيكه، خمسه الحاجات. عرفتي كيكه جات مفرقعه واعره. المهم انا درت عند ماما، ماما انا داكشي اللي قلت لكم كيما قلت لكم داكشي وجدته اللي غادي نحطو مورا الفطور. ماما داكشي عندها ياس، داكشي غير بلدي بلدي. ماما لا دايره داكشي واعر، انا غادي نوريكم دابا شنو ماما موجده، دابا غنوريو صافي يلا. وغنحطهم مع العصير وداكشي، يلا نبدا.
حيت انا يلاه فقت من النعاس عصا البارح صراحه وداز فيه بزاف د الحوايج، ولكن زعما شويه بزاف د الحوايج درنا، ولكن مع تعاوننا ما حسيتش زعما شويه هكا شويه هكا. مهم اللي بغيت نقول لكم دابا هو انا غادي نخبر عليكم غدا ولا بعد غدا يومين وما نعرف ما عرفتش شحال باش نبداو ان شاء الله فيديوهات ديال الحلوه ديال العيد وش حوايج زوينين غادي يعجبوكم نتوما كما قلت اقتصاديين وسهلين ولكن غيكونوا زوينين. يلا بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله من بعد يومين في فيديوهات جداد وشكل جديد. باي باي.